تنطلق اليوم الاثنين بالأمانة العامة لمجلس النواب أولى فعاليات برنامج الثقافة البرلمانية، حيث سيحضرها أكثر من 100 طالب وطالبة، والتي تأتي انسجاما مع النهج المؤسسي العام الذي يتبناه المجلس والقائم على تعزيز العمل البرلماني بكافة مجالاته. إذ يعد برنامج الثقافة البرلمانية الذي يضم فئة الناشئة والشباب والعموم خطوة رائدة طموحة والأساس الداعم للنهوض بالمسيرة الطلابية والشبابية التطوعية، إلى جانب إشراكهم بالتجربة البرلمانية والتشريعية في مملكة البحرين، فضلا عن تعميق الفهم والإدراك لدى الشباب بإجراءات وآليات عمل السلطات الدستورية، وتعزيز المشاركة العامة والفاعلة من قبل المواطنين بثقافة العمل البرلماني، وذلك من خلال تقديم وتوفير أجود الخدمات التدريبية لكافة المستويات والمساهمة في خلق حلقة الوصل الأهم بين الشباب ومجلس النواب. ولمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف السيد يحيى الملا، الأمين العام للمساعد لشؤون اللجان والجلسات والدعم النيابي. أهلا بك. بداية، برنامج الثقافة البرلمانية يعد فرصة للنهوض بالمسيرة الطلابية والشبابية والتطوعية، على ماذا ركزت أهداف هذا البرنامج؟ يا هلا في تختي هذه هناك. فعلا البرنامج انطلق اليوم في مشاركة أكثر من 100 من الناشئة، وحقيقة هذا العدد يعتبر كبير. الشكر لأولياء الأمور حقيقة اللي حثوا أبنائهم على حضور هذا النوع من الفعاليات. الأهداف طبعا تركزت على أن احنا نوعي الناشئة مضامين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والمبادئ الأساسية لدستور مملكة البحرين طبعا، والتعرف على آليات عمل واختصاصات المجلس النيابي والسلطة التشريعية. واليوم الثاني طبعا ما على ثلاثة أيام، اليوم الثاني طبعا راح يحدث أيضا إلى تحقيق نوع من النقاش مع أصحاب السعادة النواب، راح في هناك لقاء مباشر مع نائب، وراح في تكون هناك نوع من الفرصة للناشئ أنهم يلتقون بالنائب ويعني يتبادلون ويا الأفكار. واليوم الأخير راح تكون هناك زيارة أيضا إلى الجلسة، وراح يشوفون المقر الأساسي اللي يكون فيه النقاشات، واللي يكون فيه طبعا النواب يحضرون في الجلسة ويتعرفون على آليات العمل هناك وكيفية إدارة يعني هذه إدارة الجلسة والمواقع اللي يأخذونها السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والصحافة والجمهور هناك. وهذه فرصة يعني هذه جيدة للناشئة حقيقة أنهم يشوفون العمل وهم في سن طبعا بين 12 والتاسعة هذه 10، وهذه السن طبعا أنه قريب من السن المطلوب للترشح في المستقبل حق يعني هذا المجلس النيابي والانتخاب. نعم، وما مدى الإقبال على هذا البرنامج من خلال انطلاق أولى فعالياته اليوم؟ والله اليوم احنا تفاجأنا بالحضور حقيقة، يعني احنا في عطلة صيفية لكن وجود أكثر من 100 هذه طالب أو أكثر من 100 من الناشئة لهذا السن، واحنا في يعني العطلة الصيفية والكل في سفر، يعتبر عدد كبير حقيقة. فيعني الشكر كل الشكر لأولياء الامور اللي يعني احرصوا ان يجيبون ابنائهم لليوم الاول، وان شاء الله يستمرون لليومين يعني هذه القادمين ان شاء الله. نعم، السيد يحيى الملا، الامين العام المساعد لشؤون اللجان والجلسات والدعم النيابي، شكرا لك.